اتنين شاي عندك؟ محمد اتنين شايين. ماشي عليا يا ريس. عايزك في حاجه مهمه دوش. مرني يا باشا. هو الرقم لسه مزولك؟ لا نمره تانيه. تحت امرك هتعرف ايه؟ استنى بترن. الو. الغريبه اننا اتقابلنا وما سالتنيش عن مراتك ولا عن اللي بتخونك معاه. انا لازم اشوفك تاني. بسيطه تشوفني تاني. طب امتى وفين؟ الليله. فين دي بقى؟ هقول لك وقتها. الساعة كام طيب؟ هكلمك وأقولك. ألو؟ ألو؟ شكلها قفلت السكة يا باشا. أيوه. ولو كلمتها هتديني خارج الخدمة. شكرا. غريبة دي يا باشا. بس بسيطة نعرف الحل. اتفضل الشاي. هي اسمها حياة. عايزك تعرف لي عنوانها وهي مين بالظبط. ماشي يا باشا أقدر. بس ده رقم باسمها. حتى لو مش باسمها. تتصرف. اعتبره حصل يا باشا. لو جبت لي خبر هدي لك اللي انت عايزه. ماشي يا باشا اتفقنا. طب يا باشا احنا ما قلناش معاك بالواجب خالص كده. انا ما ينفعش. معلش انا لازم امشي. مش هوصيك. ماشي يا باشا. طمن يا باشا في رعاية الله.